وسعتم أوقاتا أجدد تحياتي لكم مشاهدينا دائما برفقتنا مع قناة الحدث إلى نشرة أخبارية مفصلة نبدأها بآخر التطورات في القطاع، حيث أفادت وسائل أعلام فلسطينية بسقوط قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على حي التنور شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا جراء الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 33,207 قتلى، بينما زاد عدد المصابين إلى 75,933 مصابا. إلى ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل مسؤول مكتب الطوارئ التابع لحماس في المخيمات الوسطى بغزة. دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل إلى إنهاء استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة، وطلبت المنظمة الدولية من تل أبيب السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول لجميع أنحاء القطاع، معتبرة أن استخدام إسرائيل التجويع كسلاح في غزة جريمة حرب. كما أكدت هيومن رايتس ووتش أنه يترتب على الحكومات المعنية فرض عقوبات موجهة وتعليق نقل الأسلحة للضغط على إسرائيل لضمان حصول سكان غزة على المساعدات الإنسانية. وأشارت المنظمة إلى أن أطفال غزة يموتون بسبب مضاعفات مرتبطة بالتجويع منذ أن بدأت إسرائيل باستخدام سلاح الحرب. وأدي الوقوف عند آخر التطورات الميدانية والأوضاع الإنسانية في جنوب القطاع. ينضم إلينا من رفح من جنوب قطاع غزة مراسل الحدث الزميل أحمد حرب. صباح الخير أحمد وأهلا بك معنا. هل ما زال استهداف الإسرائيلي يتركز على القطاع جنوب القطاع، وما هي الأحياء أو ما هي المناطق الأكثر عرضة؟ كيف تنقل لنا مشاهداتك؟ نعم صباح الخير. يعني القصف الإسرائيلي متواصل في مناطق متفرقة من القطاع. نبدأ من رفح جنوبي القطاع. تم استهداف منزل في حي الجنين شرق مدينة رفح أسفر عن عدد من الضحايا والإصابات. كذلك الأمر في المناطق الوسطى في شرق مخيمي البريج والمغازي، هناك قصف من المدفعية الإسرائيلية. أيضا تم استهداف منزل في مخيم المغازي أسفر عن ضحية وعدد من الإصابات. في دير البلح أيضا في شارع العائشية أيضا تم استهداف منزل أسفر عن 3 ضحايا وعدد من الإصابات في وسط القطاع. في شمال مخيم النصيرات وسط القطاع أيضا في المغراقة ومدينة الزهرة وأيضا مدينة الأسرة تم استهداف هذه المناطق من قبل المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في هذه المناطق الشمالية لمخيم النصيرات. القصف أيضا تركز على أحياء الزيتون وحيت للهوى في جنوب مدينة غزة، كذلك في شرق مدينة غزة في حي الشجاعية. أيضا الجيش الإسرائيلي عاد إلى عمليات الاستهداف بالمدفعية الإسرائيلية لهذه الأحياء والمناطق بعد أن يعني توقف لأشهر طويلة من عمليات القصف في هذه المناطق. وبالتالي يبدو أن الجيش الإسرائيلي انسحب من مدينة خان يونس بشكل كامل، ولكنه أعاد التركيز في مناطق الوسط وفي الأحياء الجنوبية والشرقية لمدينة غزة. بالنسبة لما يعني أطلقته هيومن رايتس ووتش، هي تتهم إسرائيل بأنها تستخدم التجويع كسلاح حرب. بالتالي أحمد، ماذا بالنسبة للمساعدات؟ هل فعلا إسرائيل تلبي طلب الولايات المتحدة الأمريكية بإدخال المزيد من المساعدات عبر أكثر من معبر كرم أبو سالم وأيضا معبر رفح وهناك معبر إريز؟ كيف هو الوضع؟ حتى اللحظة المساعدات التي تدخل على الأقل إلى مدينة غزة وشمالها شحيحة جدا. الجيش الإسرائيلي على الرغم من أن الضغوطات الأمريكية مستمرة لكن حتى الآن لم ينفذ الاتفاق. جرى اجتماع في معبر إيرز بين الجانب الإسرائيلي وبرنامج الأغذية العالمي للاتفاق على آلية وتوسيع وحجم المساعدات التي سوف تدخل عبر هذا المعبر، لكن على أرض الواقع لم ينفذ حتى هذه اللحظة ولم تدخل المساعدات عبره إلى الآن. لكن المساعدات التي تدخل عبر معبر رفح وكرم أبو سالم كان هناك قرار مصري بدأ منذ الأمس بإدخال يوميا إلى 350 شاحنة، وبالتالي وكذلك الأمر عبر معبر كرم أبو سالم. بالأمس دخلت 419 شاحنة حسب هيئة الحدود والمعابر في غزة، وبالتالي ربما الضغط الأمريكي نجح في زيادة عدد الشاحنات وأيضا تسهيل عمليات التفتيش والموافقات الأمنية على المعبرين حتى يتم إدخال هذه الشاحنات بشكل كبير. ولمسنا أن هناك عدد كبير من الشاحنات بدأت تدخل، ولكن هذه المساعدات حسب تقارير الأمم المتحدة الأونر والهلال الأحمر الفلسطيني بأنها غير كافية إلى الآن، وربما العدد حتى يصل إلى 500 شاحنة يوميا يمكن أن يحل جزء بسيط من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. نعم، يعني بما تبقى لنا من وقت، كيف هو الوضع، وخاصة أن الشهر الفضيل قرب على نهايته، الناس تتحضر للاحتفال بالعيد، كيف هو الوضع بالنسبة للقطاع باختصار؟ يعني لا يوجد استعدادات، لا يوجد أجواء للعيد كما لم يكن هناك استعدادات وأجواء لشهر رمضان. نحن نتحدث عن أزمة إنسانية متفاقمة صعبة للغاية، معقدة في كافة مناطق القطاع. نتحدث عن التكدس الكبير والازدحام في مدينة رفح عن مليون نازح، وبالتالي لا توجد أجواء حقيقة، لأنه لا يوجد أي من مظاهر هذا العيد، لا توجد حلوى العيد، لا يوجد ملابس العيد، غير متوفرة بالأسواق. ونحن نتحدث عن يعني أوضاع إنسانية صعبة. المواطن الآن ينظر وينتبه ويهتم بأمور حياته المعيشية، بتعبئة المياه، بالحصول على الخبز، وبالتالي هذه أهم من أن يفكر في أجواء العيد واستعدادات العيد حسب ما يعني نلحظ ونشاهد في الأماكن والشوارع والطرقات، على الأقل في مدينة رفح وفي المناطق الوسطى. ومدينة خان يونس أيضا عاد سكانها إليها منذ أمس، وخراب ودمار في هذه المدينة. شكرا لك أحمد لنقل هذه الصورة الحية من القطاع وأوضاع الناس. نشكر لك هذه المشاركة من رفح جنوب قطاع غزة. كان معنا مراسل الحدث الزميل أحمد حرب. في أعقاب انسحاب جزئي من جنوب قطاع غزة، أجرى الجيش الإسرائيلي أعمال صيانة وإصلاح لفصيلة من الدبابات. يأتي ذلك في وقت تقوم إسرائيل بخفض أعداد جنودها وعتادها في غزة منذ بداية العام، في حين لم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل عن أسباب سحب الجنود والآليات من القطاع. اقتحمت القوات الإسرائيلية مدنا وبلدات عدة بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة طول كرم للمرة الثانية خلال 24 ساعة الماضية، وشن حملة مداهمات واعتقال 7 فلسطينيين. وأضافت المصادر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية في مدينة نابلس وبلدة الرام شمال القدس، بالإضافة إلى بلدة المعصرة جنوب بيت لحم، وداهم عدد من المنازل بالإضافة إلى بلدة حلحول شمال الخليل. قالت حركة حماس في بيان أن الاقتراح الإسرائيلي الذي تلقته من وسطاء قطريين ومصريين لا يلبي أيا من مطالب الفصائل الفلسطينية. وأضافت الحركة أن الموقف الإسرائيلي خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات في القاهرة ظل متعنتا ولم يلبي أي مطالب للشعب الفلسطيني أو المقاومة، إلا أن الحركة أضافت أنها ستدرس الاقتراح وستقدم ردها إلى الوسطاء، مؤكدة حرصها على التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان على الشعب الفلسطيني. إلى ذلك كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أن النصر الكامل على حماس يتطلب الدخول إلى رفح والقضاء عليها هناك، مؤكدا أن حكومته تعمل على إطلاق السراح جميع الرهائن. ابعت لهم דיווח מפורט על השיחות בקהיר. تلقيت اليوم تقريرا مفصلا عن المحادثات في القاهرة، ونحن نعمل طوال الوقت لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن وتحقيق النصر الكامل على حماس، وهذا النصر يتطلب الدخول إلى رفح والقضاء على كتائب الإرهاب هناك. سيحدث ذلك، هناك موعد لذلك. وبعد إعلان نتنياهو تحديد موعد لاجتياح رفح، أكدت الولايات المتحدة أنها لا تزال ترفض عملية إسرائيلية واسعة النطاق في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة. الخارجية الأمريكية كشفت أنه تم إبلاغ إسرائيل بوضوح أن اجتياحا واسع النطاق لرفح سيكون له تأثير ضار هائل على المدنيين، وأنه سيضر في نهاية المطاف بأمن إسرائيل. وكشفت الخارجية الأمريكية لمراسلة الحدث أن واشنطن تدعم عودة المهجرين من رفح إلى الشمال، وأضافت أن التقارير التي تحدثت عن عدم توجيه ضربة إيرانية انتقامية لإسرائيل مقابل وقف إطلاق نار في غزة غير صحيح. لقد أوضحنا لإسرائيل اعتقادنا بأن غزوا عسكريا كامل النطاق لرفح سيكون له تأثير ضار بشكل هائل على المدنيين، وأنه في نهاية المطاف سيؤذي أمن إسرائيل. وللوقوف عند آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات بين حماس وإسرائيل، ينضم إلينا من جنين الدكتور أيمن يوسف، أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين. أهلا بك دائما برفقتنا دكتور أيمن، أهلا بك إلى هذه الساعة الإخبارية. يعني بالوقوف عند ما صرحت به حماس بأن هذه المفاوضات الأخيرة، الجولة الأخيرة، لم تفضي إلى أي أو لم تلبي أي من مطالب حماس، ولكنها قالت بأنها ستدرس هذا الطلب، وبالتالي ماذا يفهم من هذا الكلام؟ نعم، صباح الخير، صباح النور لكم السادة المشاهدين والمشاهدات. يعني أنا بعتقد يعني حماس تحاول أن تظهر يعني شكل من أشكال يعني التشاؤم فيما يتعلق بردود الفعل الإسرائيلي، لكن يعني تبقي الأبواب مفتوحة أمام مزيد من المفاوضات ويعني مزيد من المباحثات ومزيد من الجهود. وأنا برأيي حماس تحاول أن تلقي ربما تكل أكبر، بحيث يعني تزداد الهوة ما بين الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي يعني في مقاربة جديدة، بحيث يصطدم الموقفان مع بعضهما البعض، لأنه الكل يدرك أنه المقترحات الإسرائيلية أو ردود الفعل الإسرائيلية تقريبا جاءت كبديل عن المقترح الأمريكي، وواضح أنه يعني إسرائيل غير معنية يعني بتقديم تنازلات في هذه المرحلة، رغم أنه الوضع الإنساني نوعا ما تحسن في منطقة يعني شمال قطاع غزة، وتم فتح بعض يعني المعابر وانسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة خان يونس، لكن ما زالت إسرائيل متعنفة. طبعا الملاحظ أنه ردود الفعل الإسرائيلية دائما، رغم أنه وفد التفاوض يعني ليس له صلاحيات واضحة، تتزامن مع تصريحات نارية لنتنياهو. في نفس الوقت الذي يتحدث فيه العالم عن المفاوضات والسلام والصفقة، يخرج نتنياهو بتصريحات نارية من أجل يعني ربما إفشال هذه الجهود، ويقول نحن على موعد مع رفح، ونحن على موعد للتخلص من كل كتائب المقاومة في منطقة رفح، وأننا سنبقى في قطاع غزة لفترة طويلة، ولن نسمح بعودة يعني النازحين إلى بيوتهم إلا من خلال طبعا يعني ترتيبات معينة. وبالتالي أنا برأيي حماس تحاول أن توصل رسالة أنها منفتحة على كل الخيارات، لكن يعني تحاول أن تظهر تشدد وعدم مرونة فيما يتعلق بالمقترحات الإسرائيلية والأفكار الإسرائيلية في هذه المرحلة الحساسة من عمر المفاوضات والوساط. دكتور أيمن، بالأمس لاحظنا يعني نوع من التصريحات المتضاربة، في حين يعني كان هناك حديث من قبل الجانب المصري بأن هناك نوع من التطور الإيجابي أيضا من الجانب الإسرائيلي، وبعدها يعودون إلى القول بأن هناك تعثر في هذه الجولات. برأيك ما هي العقد التي ما زالت قائمة؟ كان هناك حديث عن نوع من الحلحلة بالنسبة لعودة اللاجئين النازحين إلى الشمال، بالإضافة إلى الضغط الأمريكي الذي يمارس حاليا على إسرائيل. يعني الملاحظ في هذا الجولة من المفاوضات أن المتغير الأمريكي والدور الأمريكي أصبح أكثر فاعلية وأكثر يعني انغماسا وأكثر تدخلا في عملية المفاوضات والوساطة، وكأن يعني أمريكا تفاوض إسرائيل بشكل مباشر. كل المتغيرات المرتبطة بالموقف الأمريكي أنا برأيي تغيرت، السياقات الداخلية، الحسابات الداخلية، سمعة أمريكا في العالم، يضاف إلى ذلك الدور الأكبر أيضا للمصريين في هذه المرحلة. وكأن المقاربة الجديدة أن أمريكا ستضغط على إسرائيل الضغط على إسرائيل مقابل ضغط يعني مصري قطري على حماس من أجل يعني إظهار مزيد من المرونة ويعني مزيد من الانفتاح على أفكار جديدة. أنا برأيي العقد الجديدة ما زالت مرتبطة بالجانب الإسرائيلي، أنه عودة محدودة للنازحين إلى الشمال، لا يرجعوا إلى بيوتهم وإنما إلى مراكز إيواء ومن خلال نقاط تفتيش محددة. الواضح أخت زيزيل في هذه المرحلة أن قضية الأسرى ربما تراجعت، يعني ليس الحديث عن أعداد الأسرى وأعداد من سيطلق سراحه من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإنما عن شغلات مرتبطة بالميدان وعودة النازحين ومراكز الإيواء وربما الأمن الإنساني وحسابات دخول المساعدات إلى مناطق شمال قطاع غزة. أنا برأيي هذه هي العقد الحقيقية في هذه المرحلة. نعم، أيضا يقول نتنياهو بأن النصر الكامل على حماس يتطلب الدخول إلى رفح. نسمع موضوع التحضير والاستعدادات للدخول إلى رفح، برأيك ما الذي يؤخره؟ هل الضغط الأمريكي هو الذي يشكل المانع، لا سيما بأن أمريكا تحذر من أن هكذا عملية تؤدي إلى أضرار كبيرة بالمدنيين؟ أنا برأيي هناك أكثر من عامل يعيق هذه العملية يعني من وجهة النظر الإسرائيليين. أكيد العامل الأمريكي والمتغير الأمريكي، أمريكا غير مستعدة أن تقوم ربما بعملية مفاوضات أخرى فيما يتعلق يعني برفح، وخاصة أن جيش الاحتلال إذا دخلها ستكون هناك مأساة إنسانية. يضاف إلى ذلك المتغير المصري والعامل المصري، مصر لن تكون يعني سعيدة بالمرة وستقف ربما يعني علنا بشكل واضح يعني ضد هذه العملية، لأنها ممكن أن تخلق ربما عملية نزوح جديدة باتجاه الحدود المصرية، وبالتالي إحراج المصريين في هذه المرحلة الحساسة من عمر المفاوضات. أنا بعتقد نتنياهو ربما يحضر إلى عملية رفح، لكن يستخدمها في هذه المرحلة ربما للضغط على حماس وللضغط على المقاومة حتى تتنازل أكثر فيما يتعلق يعني بالبنود الأخرى في عملية المفاوضات. لذلك هو يتحرك ما بين الأمور التكتيكية والأمور الاستراتيجية، خاصة أنه البارحة يعني العديد من الوزراء عبروا عن رغبتهم بالذهاب باتجاه هذا الصفقة وتأجيل عملية رفح ربما إلى فترة ما بعد 6 أسابيع. على كل حال دائما الحديث بقية معك دكتور أيمن، أشكر لك هذه المداخلة معنا من جنين. دكتور أيمن يوسف، أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين. بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالنت التحقيق الذي يجريه الجيش في الهجوم على عمال الإغاثة من منظمة وورلد سنترال كيتشن بغزة. وقال بيان للبنتاغون إن أوستن ناقش مع نظيره الإسرائيلي الحاجة لإجراء تغييرات لضمان عدم وقوع حوادث مماثلة للهجوم على موظفي وورلد سنترال كيتشن. كما أكد أوستن التزامه بدعم عودة كل المحتجزين، وعبر عن أمله أن تفضي المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس إلى هدنة. وبحسب بيان البنتاغون فقد قدم لأوستن تفاصيل عن انسحاب الجيش الإسرائيلي من أجزاء من غزة ومستقبل الحملة ضد حماس. أكدت مصادر الحدث أن لجنة العضوية التابعة للأمم المتحدة لم تتوصل إلى الإجماع بشأن الموافقة على طلب العضوية من قبل فلسطين بعد أن حال مجلس الأمن الطلب إلى هذه اللجنة، ولم يحصل الطلب حتى الآن على إجماع بين الخبراء الذين يمثلون 15 عضوا في مجلس الأمن. وفقا لرئيسة مجلس الأمن سفيرة مالطا، فإن اللجنة ستجتمع ثانية اليوم لبحث الطلب. وقبل الإحالة الرسمية اجتمع المجلس في جلسة مغلقة لمناقشة الطلب الفلسطيني بإعادة النظر في طلبها السابق للعضوية والذي قدمته في 23 من سبتمبر من العام 2011. واعتبر السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن هذه اللحظة هي تاريخية، وأضاف أن كل ما تطلبه فلسطين هو أن تأخذ مكانها الشرعي داخل المجتمع الدولي. أنا أسألكم، هل يريد أعضاء الأمم المتحدة أن نكون أعضاء زملاء لهم؟ هل تريدوننا أن نكون أعضاء زملاء لكم كعضو في الأمم المتحدة؟ الجواب واضح، نعم مدوية. تريدوننا أن نكون كذلك، عضو كامل العضوية مثلكم ويجلس معكم، سترحبون بذلك. يتوجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى واشنطن اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين تتناول التطورات في قطاع غزة. وقال بيان للخارجية البريطانية إن كاميرون سيدعو إلى إجراء تحقيق كامل وعاجل وشفاف في الغارة الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل 7 من عمال الإغاثة في غزة الأسبوع الماضي، وسيشدد على أن مقتل العاملين في المجال الإنساني أمر غير مقبول. وذكر البيان أن المحادثات بين كاميرون وبلينكين ستركز أيضا على مسار تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيصال كميات أكبر من المساعدات الإنسانية إلى غزة. كشفت صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية عن تقديرات إسرائيلية صادمة بشأن استمرار الحرب على قطاع غزة والهزيمة الكاملة لحماس، قد تستغرق نحو 3 إلى 4 سنوات أخرى، أي حتى العام 2027، رغم انسحابات الجيش الحالية وإعادة تموضع القوات خارج عمق القطاع. وأوضحت الصحيفة في تقرير أن الجيش قدر مسبقا أن تفكيك حماس سيستغرق عدة أشهر، لكن المرحلة الثالثة ستكون أقل شدة وستتضمن تسريح ألوية الاحتياط، مشيرة إلى أن الحكومة تتمسك بالحرب وتحاول منع كبار المسؤولين الأمنيين من الاستقالة، ما قد يفاقم المشكلة ويزيد الضغط على وزير الدفاع يوآف غالنت ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. كذلك أفادت يدعوت أحرونوت بأن 4 مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي على الأقل ينتظرون تغيير التعريف بحالة الحرب حتى يتمكنوا من تقديم استقالاتهم. وللحديث أكثر عن هذا التقرير والنقاط التي أثرها فيما يتعلق بالحرب على غزة، ينضم إلينا من اسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال. أهلا بك معنا دائما حضرة العميد. إلى هذه الساعة الإخبارية بالتوقف عند هذا التقرير الذي وصف بالصادم وفقا للصحيفة العبرية. هذه الحرب ضد حماس ستستمر للعام 2027. برأيك إطلاق مثل هذا التقرير، هل هو مستند على معلومات استخباراتية؟ هل هو دس نبض؟ ما الذي يفهم من هذا التقرير وما مدى صحة هكذا معلومات؟ تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي الحدث. صباح الخير. حقيقة هو يعكس بعتقد الوجهتين معا، يعني نتنياهو اليوم لم يستطع تحقيق أي من الأهداف التي أعلنها مع بدء الحرب في 7 أكتوبر، وكل الأهداف التي تحدث عنها إن كان تدمير الأنفاق وما سمي مدينة أنفاق غزة أو مترو غزة، إن كان في عملية تخليص المحتجزين، إن كان في عملية القضاء على حماس أو بفرض سلطة تتبع لتل أبيب، كل هذه الأمور لم تتحقق، وبالتالي هو بحاجة إلى فترة زمنية أطول، خصوصا أن من راهن على أن قدرة حماس أو قدرة الجهاد الإسلامي على إطلاق صواريخ ل4 أسابيع إلى 6 أسابيع أو 60 يوم بالحد الأقصى. نحن في الشهر السادس وما زالت، بالأمس كانت هناك رشقة من بيت حانون في أقصى الشمال التي دخلها الجيش الإسرائيلي منذ حوالي 6 أشهر، وبالتالي اليوم قد تكون جزء من الحرب النفسية، لكن على أرض الواقع قوات الجيش الإسرائيلي أنهكت. بالأمس سحبت معظم القدرات العسكرية من خان يونس، من مدينة غزة، من بيت حانون، من بيت لاهيا، لكي تزج على قطاع رفح، باعتبار أن ما زال نتنياهو يتحدث عن اجتياح رفح رغم المعارضة الأمريكية والمعارضة المصرية. إذا اليوم قد تكون جزء من الحرب النفسية، لكن 3 سنوات أنا لا أعتقد أن هناك قدرة للجبهة الداخلية في إسرائيل التي بدأت تشكل وقفات احتجاجية أمام منزل ومكتب وزير الدفاع، أمام مكتب ومنزل رئيس الحكومة ورئيس الأركان. لا أعتقد أن المجتمع الإسرائيلي قادر على تحمل حرب ل3 سنوات، وإسرائيل معروفة بالحروب الخاطفة والحروب السريعة. لا أعتقد أن أيضا الاقتصاد الإسرائيلي قادر على أبقاء المعامل مغلقة، باعتبار عندما يكون هناك أي استدعاء أو احتياط للجيش الإسرائيلي معظم المعامل ومعظم المنشآت الاقتصادية تتعكر بهذا الموضوع. حتى الصناعات العسكرية اشتكت من أن معظم عمالها أصبحوا في الجيش، وبالتالي انخفض التصدير والإنتاج بقيمة 20%، وبالتالي أنا لا أعتقد أن هذه الحرب ممكنة. قد تدخل في إطار النفسية يعني بشكل أكبر. يعني بالعودة إلى النقاط التي أثرها هذا التقرير، هل يفهم من خلاله بأن القوات الإسرائيلية فشلت في تحقيق السيناريوهات أو في تقييمها للوضع العسكري في القطاع؟ بالتأكيد هناك أخطاء كثيرة ارتكبت. الخطأ الأول هو ترك بنج الأهداف الذي يتحدث عن كل المعلومات عن المتحصلة أو التي تم استطلاعها عن قطاع غزة أن تترك في مكاتب الضباط فاستولى عليها مقاتلو حماس، وبالتالي شكلت خندق دفاع وشكلت ركيزة اعتمد عليها وتم تغيير كل الخطط. لذلك كنا نشاهد في الحروب السابقة هناك عمليات اغتيال لكبار القادة. اليوم على مدار 6 أشهر لم يستطيعوا إلا قتل أو اغتيال مروان عيسى. أيضا كان هناك أخطاء في عملية الانسجام مع معارك المدن أو معارك حرب العصابات أو حرب الشوارع. أيضا النقطة الأخيرة كانت ضعف الجيش الإسرائيلي في معرفة مسرح الأعمال القتالية، حتى أن استمرار الحرب هي طبعا لمصلحة نتنياهو الذي يحاول دائما الهروب إلى الأمام. على كل حال يعني هذا النقاش قد ربما يحتاج المزيد من الوقت، نكتفي بهذا القدر وأشكر لك هذه المشاركة معنا من اسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال. هذه النشرة مستمرة فيها أيضا بعد قليل. CNN تقول أن التقديرات الأمريكية تؤكد أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيتم عبر وكلاء خلال هذا الأسبوع. على مقربة من تشكيل حكومة موحدة. سبق وأن جرت محاولات وتشكلت حكومة وهي حكومة السيد فتحي بشاغة التي اتفق على تشكيلها مجلس النواب ومجلس الدولة، ولكنها لم ترى النور نتيجة للفيتو الأجنبي الذي وضع أمامها. نعرف أن هناك مرتزقة رسميين وهناك قوات أجنبية رسمية وهناك تدخل فج وفض في الشأن الليبي، لأن عدم استقرار ليبيا هذه قنبلة موجودة في المنطقة بشكل دائم. نستضيف اليوم الدكتور مصطفى الزايدي الأمين العام للحركة الوطنية الشعبية الليبية. ما زال الانقسام السياسي هو سيد الموقف وهو يتعمق أكثر فأكثر. كيف ممكن نخرج من هذه الأزمة؟ البعد الآخر مع منتهى الرمحي السبت 11:30 على شاشة العربية. في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا. أهلا ومرحبا بكم من جديد. ذكرت الشبكة الأمريكية نقلا عن مصدرين بالمخابرات الأمريكية أن أي هجوم إيراني على إسرائيل ردا على الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق الأسبوع الماضي سيتم على الأرجح عبر وكلاء لطهران في المنطقة وليس من إيران مباشرة. وقال المصدران أن تقديرات المخابرات الأمريكية تشير إلى أن إيران حثت جماعات مسلحة موالية لها على شن هجوم واسع ضد إسرائيل بشكل متزامن بطائرات مسيرة وصواريخها، وبالإضافة إلى أن الهجوم قد يتم هذا الأسبوع على أقرب تقدير. قال أحدهما أن الخطر واضح للغاية وذو مصداقية، مضيفا أن إيران رتبت مع وكلائها لتنفيذ الهجوم وهم ينتظرون الوقت المناسب. في الوقت نفسه قال المصدران بالمخابرات الأمريكية أن إيران والجماعات التابعة لها غير مستعدة على ما يبدو لمهاجمة القوات الأمريكية بالمنطقة، واعتبر المسؤولان أن طهران تخشى من حدوث تصعيد كبير ولا تريد إعطاء واشنطن أو حلفائها ذريعة لمهاجمتها بشكل مباشر. قالت فصائل عراقية مسلحة أنها قصفت 3 أهداف في إسرائيل خلال الساعات 72 الماضية، منها هدف حيوي في عسقلان وميناء نفطي في حيفا، بالإضافة إلى هدف حيوي آخر لم تحدده. وذكرت الفصائل في بيان أن القصف جاء ردا على الهجمات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين. وكانت الفصائل العراقية أعلنت في السابق عن مسؤوليتها عن عشرات الهجمات على أهداف إسرائيلية وعلى القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. في إيلات أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض ما وصفه بهدف جوي مشبوه تسلل إلى المجال الجوي في المنطقة جنوب إسرائيل، كما أوضح المتحدث باسم الجيش أن سلاح البحرية تمكن من اعتراض هذا الهدف من خلال منظومة القبة البحرية، وذلك للمرة الأولى التي يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي القبة البحرية خلال الحرب الحالية. واو الإيرانيين تقفين. يو إذا تيود مفخيد يا طنبل. إذا تيود خزاك ريتا. يعقد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الداخلي المركزي اليوم لمناقشة الأوضاع الأمنية إثر مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان. هذا وكانت عمت أمس مظاهرات لعناصر حزب القوات اللبنانية في عدة مناطق لبنانية للمطالبة بالكشف عن ملابسات مقتل باسكال سليمان وتقديم الجناد للعدالة. هيدي تحت بيتنا نازلين تكسير بالعالم يلا مش مظبوط ولا مش مظبوط عم يضربوا عالم مظلومه. هيدي تحت بيتنا كله تكسير يلا ايش بدأ انتشار الجيش بالسدة البوشرية، أضخم موكب مغاوير شفته. أكيد معهم. حزب القوات اللبنانية طالب من الأجهزة الأمنية والقضائية التحقيق الجدي والعميق مع الموقوفين في قضية مقتل المسؤول في الحزب باسكال سليمان. وقال الحزب في بيان إن ما سرب من معلومات عن دوافع الجريمة لا يبدو منسجما مع حقيقة الأمر. وأضاف أن عملية القتل تمت عن عمد وعن قصد، معتبرا أن مقتل سليمان هو عملية اغتيال سياسية حتى إثبات العكس. كما دعا الحزب مناصريه لترك الساحات وفتح الطرقات بعد إشعال الإطارات وقطع الطرق احتجاجا على مقتل المسؤول. وطلب الحزب في بيانه بمشاركة حاشدة في تشييع سليمان كرسالة رفض لإبقاء لبنان ساحة فوضى وفلتان. هذا وكان الجيش اللبناني أعلن أن مسؤول حزب القوات اللبنانية في جبيل باسكال سليمان تم قتله من قبل خاطفيه أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل، وأنهم نقلوا جثته إلى سوريا. الجيش اللبناني أكد أن عناصر مخابراته أوقفت معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية خطف المسؤول في حزب القوات باسكال سليمان، مؤكدا أنه بينا خلال التحقيق مع العصابة أن المخطوف قتل أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل. الجيش اللبناني قال إن أعضاء العصابة السوريين اعترفوا بنقل المخطوف إلى سوريا، مشيرا إلى أن قيادة الجيش تنسق مع السلطات السورية لتسليم الجثة واستكمال التحقيقات. رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي دان مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن الجهات الخاطفة عمدت إلى تصفية باسكال سليمان، مشددا على استمرار التحقيقات وتقديم المتورطين إلى العدالة. ودعت الحكومة اللبنانية الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الشائعات. في تهديد واضح وعلني هدد زعيم حزب الله في لبنان حسن نصر الله حزبي القوات اللبنانية والكتائب المسيحيين واصفا إياهما بأهل الفتنة. تهديد نصر الله جاء على خلفية تداعيات اختطاف المسؤول في حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان. ما حصل ليلة أمس واليوم دوس كبير يجب أن يكون للبنانيين عموما، واسمحوا لي أقول وللمسيحيين خصوصا، وفضيحة كبرى لحزبي القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وكل من شد على مشدهم ليلة أمس واليوم. فضيحة حقيقية، وانكشفوا على حقيقتهم. لا ناس أهل حق ولا أهل حقيقة ولا أهل عدل ولا دايرين على مصلحة وطنية ولا على سلم أهلي ولا عاشي. أصحاب فتن وعم بيفتشوا عن الحرب الأهلية. بس هذا شاهد حقيقي على هذا الموضوع. يعني بعتوا برسائل للناس الساكنين بمنطقة جبال وكسوان وصاروا يهددوا ويوعدوا. هذا شيء كتير خطير، هذا شيء ما بينمرق عليه، مش سهل على الإطلاق. هاي خطوة خطيرة جدا 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 حتى ينقطع النفس. لازم يفهموا هاي الحقيقة. ولتعقيب على كل هذه التطورات المرتبطة بهذا الحادث ينضم إلينا من شمال لبنان النائب في البرلمان اللبناني الدكتور فادي كرم. أهلا بك مرة جديدة برفقتنا لمتابعة يعني ملابسات هذه القضية. دكتور فادي، بالأمس يعني تم الإعلان عن مقتل باسكال سليمان وهو مسؤول في القوات اللبنانية. الحزب اعتبر بأنه اغتيال سياسي وهذا ما قيل بأنه أثار بلبلة. على أي أساس اعتبر مقتل باسكال سليمان اغتيال سياسي؟ تحياتي لك المشاهدين. لا شك بأنه هي مش الحادثة الأولى ومش أول شهيد للقوات اللبنانية بيوقع، ومن 2005 حتى الآن ما أنه كانت في سلسلة من الشهداء السياسيين. لا شك بأنه طبعا، وأول تعليق أنه بيفرق بين موقع وموقع آخر سياسي، ومن استشهدوا من 2005 لليوم بتتميز بيناتهم أو بيتبينوا بين المواقع وبين المسؤوليات وبين الأهمية الوطنية. ولكن بكل حزب في مجموعة من الشباب والمسؤولين، حتى اللي بيكونوا مسؤولين على الأرض بيكون لهم أهميتهم. بالفترة الأخيرة من الواضح أن القوات اللبنانية مستهدفة من قبل محور سياسي بمسؤولينا، وكنا شفنا بالجنوب السنة الماضية أنه تم اغتيال المسؤول إلياس الحصروني، وكانت عملية عم بيحاولوا يوجهوها باتجاه أنها حادثة، ولكن بعض الكاميرات وبالصدفة انعرف أنه هي حادثة مدبرة وجريمة مقصودة. واليوم نفس الشيء، عندنا نفس الشكوك، عندنا بعض المعطيات. نحن ما فينا نوجه اتهام لحدا واللي طرف معين قبل انتهاء التحقيقات. نعم نحن بانتظار التحقيقات ورح نتابعها، ولهالسبب قلنا مش رح تقطع بالهين هيدي لأنه رح متابعينها للآخر. بس الروايات اللي بدأ تسريبها للإعلام من لحظة خطفه كانت بتخلينا نشك أكثر بأنه من قام بهذا العمل هو منظم جدا، وله من الإعلام الكثير من الأبواق الإعلامية لحتى تغطي عمله وتاخد الشعب اللبناني والأطراف باتجاه بعيد عنه. بالتعليق يعني كيف تعلقون على ما جاء على لسان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله حين قال بأن ما حصل بالأمس هو درس لكل اللبنانيين عامة وخصوصا للمسيحيين، ويقصد هنا طبعا القوات اللبنانية والكتائب؟ كيف تردون على هذه الاتهامات بأنكم تحاولون إثارة حرب أهلية من جديد أو فتن؟ يعني أتأسف أنه رد على السيد حسن بإني أقول له ما رح انجر معك للنقاش عن السوشيال ميديا أو ما يجري في السوشيال ميديا. بالنسبة للقوات اللبنانية لم يصدر عن مسؤول قوات واحد أو عن المسؤولين أو عن المصدر الرسمي للقوات اللبنانية أي اتهام بطريقة خاطئة لأي حدا أو أي تجني، ولم يصدر عن القوات اللبنانية أي كلام طائفي ولم يصدر عن القوات اللبنانية أي تهديد، لا من أي مسؤول ولا من المصادر الرسمية للقوات اللبنانية الإعلامية. فالقوات اللبنانية من الأساس قالت هذه الروايات هي اللي عم تاخذ الأمور إلى مكان وإلى فتنة وإلى ردات فعل، ونحن اتكلنا على الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية بعدين لحتى تكشف لنا الحقيقة اللي قلنا ما رح نترك القضية لأنه بدنا نعرف الحقيقة. ولكن من يسعى إلى الفتنة هو من يحمي السلاح، من يخطف، من يشرع البلد للدويلة لا للدولة، من يترك الحدود فلتانة للأجهزة وللعصابات تروح وتفوت وتطلع وتدخل لحتى تهرب وتسرق وتهدد وتبتز الشعب اللبناني. هذا ما يسعى للفعل. يعني في سياق ما تفضلت به دكتور فادي، قلتم بالأمس أن هذه الحادثة تعني كل لبناني وأن هناك خوف على كل لبناني بأن يتعرض للخطف، هل يعني أن هناك تخوف من فلتان أمني أم أن هناك فعلا فلتان أمني؟ لا، ما في تخوف من فلتان أمني اللي ذكروا السيد حسن أو مصادر المحور الممانعة الإعلامية. قال هذا شيء خطير جدا 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 جدا. ما هذا اللي بدي أقوله، هني عم بيركزوا على تخويف الناس والتهويل عليها لحتى ما يكون في ردات فعل حتى قانونية من قبل القوات اللبنانية أو متابعة للقضية. يعني عم بيجربوا يهولوا علينا، عم يجربوا يخوفونا بانه اذا تابعتوا القضيه بدها تروح الامور للفتنه. ما في كل حادثه عم بيصير هيك، كل ما منتابع قضيه بتمس فينا ومنتابعها بشكل قانوني وقضائي ومنتابع مع الاجهزه الامنيه بيقولوا لا بقى تتابعوها لانه بدها تاخذ الامور الى فتنه. المقصود منهم تهويل الشعب اللبناني وتخويفه لحتى ما يثير اي موضوع لحتى نصير دوله. بدهم ايانا نضلنا بهالوضع الفوضى هيدا اللي نحن عايشينه. نعم. وبيهددونا بالفلتين الامني تنبقى بالفوضى مش تنروح على الدوله. دكتور فادي كرم النائب في البرلمان اللبناني، اشكر لك قبول هذه الدعوه وهذه المشاركه معنا مع قناه الحدث، رافقنا من شمال لبنان. في اليمن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تدمير أنظمة للدفاع الجوي والطائرات المسيرة للحوثيين ومحطة تحكم أرضية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها رصدت كذلك إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن، حيث استهدفت سفينة شحن تحمل علم جزر مارشال ومملوكة لبريطانيا تديرها إيطاليا، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. الأسطول الأوروبي كان أعلن نجاحه في حماية السفن البحرية من الهجمات الحوثية في مناطق تحركه بالبحر الأحمر. محاولات إطفاء نيران الحوثيين في البحر الأحمر متواصلة خاصة من الأوروبيين. شهران كانا كافيين لإخفاق كافة اعتداءات الحوثيين في مناطق تحرك الأسطول الأوروبي بعد إطلاق مهمة أسبيدس. الأسطول أوضح أنه وفر الحماية ل60 سفينة تجارية في البحر الأحمر منذ 19 من فبراير الماضي، مع تدميره 9 مسيرات و3 صواريخ باليستية حوثية. الأسطول الأوروبي أشار إلى وجود 4 فرقاطات و800 بحار من 19 دولة أوروبية ضمن المهمة. مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد أن اعتداءات الحوثيين تؤثر سلبا على مصالح أوروبا التجارية والاستقرار في المنطقة. تكلفة تأمين سفن الشحن من الصين إلى أوروبا والعكس تضاعفت بسبب الهجمات الحوثية التي كان لها تأثير مباشر. عدد السفن المارة في منطقة البحر الأحمر انخفض لأدنى مستوى، لذلك كان علينا إطلاق العملية أسبيدس، وفي شهر واحد فقط كانت جاهزة وبسرعة للقيام بمهامها. ورغم أن الحديث عن النتائج أمر مبكر، إلا أن المهمة الأوروبية تمثل إشارة للحوثيين عن استعداد أوروبا لاتخاذ إجراءات ضد حالة عدم الاستقرار في البحر الأحمر، مكملة بذلك أدوار تحالف حارس الازدهار الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو الذي نفذ هجمات خلال الأسابيع الماضية على عدة مواقع للحوثيين في اليمن. الاعتداءات في البحر الأحمر أثارت قلق القوى الكبرى حيال اتساع نطاق حرب غزة، وأثارت المخاوف أيضا حول التجارة العالمية المتضررة بشكل كبير. بلال البجديني، الحدث. اشتكى تجار ليبيون في العاصمة طرابلس حالة الركود في الأسواق المحلية قبل عيد الفطر، وأرجع التجار سبب الركود إلى ضعف السيولة المالية لدى المواطنين بالإضافة إلى التأخر في تسليم المرتبات للموظفين. ونقلت تقارير إخبارية أن شوارع العاصمة طرابلس تشهد بشكل شبه يومي طوابير المواطنين الطويلة أمام المصارف لسحب الودائع، وبينما لم يتدخل المصرف المركزي للتعامل مع الأزمة ولم تحدد البنوك سقفا لمعدلات السحب اليومي. السيولة غير متوفرة ولاحظناها بكثرة، يعني الناس قوة البيع أكثر من الشراء، الناس بدأت تبيع أكثر من تشتري، هذا اللي لاحظناه. شراء ما فيش، سيولة صراحة، يعني الناس تعبة، يلا إنه يلحق ياخذ الأساسيات. مع الغلاء، مع رفعة الدولار، سعر الدولار توا، فالاسعار كلها زايده في نفس الوقت، حتى التاجر عنده الحق. والفلوس طبعا المرتبات ما نزلنش، فالسوق كساد صراحه، غريب. اليوم ها في شويه حركه، ان السوق اليوم الحق بالهون وفي رقود، يعني ما فيش لا بيع ولا شراء الحق لحد الان، او مازال على العيد 4-5 ايام وما فيش اي حركه يعني، وكلها طبعا من السيوله وعدم تاخر في تنزيل المرتبات. كما نقول السنه دي بالهون مش زي السنوات اللي فاتت من ناحيه البيع يعني كما تقول الايام الاولات، يعني مش بيع واجد، يعني ديما الايام الاخيره في نص رمضان او اخر اسبوع من رمضان يبدل البيع. اما من ناحيه الاقتصاد وده نستنى قعدت السنوات اللي فاتت احسن من السنوات دي بواجد يعني. رغم القصف الذي يتعرض له إقليم دونباس واستهداف المساجد، إلا أن المسلمين ما زالوا يحافظون على تقاليدهم وعاداتهم. جمعتهم موائد الرحمن ووحدتهم الحرب أكثر. أطراف مدينة دانيتسك من الناحية الشمالية الغربية، وهذا هو أهم مساجد المقاطعة وأكبرها على الإطلاق. في هذا المسجد لا تقام الصلوات ولا تحيا الطقوس الدينية الإسلامية في شهر رمضان الفضيل بسبب الأضرار التي طالته والأخطار المحيطة به. حاله كحال معظم مساجد المقاطعة التي تتعرض للقصف لقربها من الجبهات. لم يقتصر الضرر على هذا المسجد وحسب، فقد استهدفت مساجد كثيرة. الإدارة الدينية في المقاطعة ارتأت أن تقام الصلاة في أحد مطاعم المدينة الذي يتسع لعشرات المصلين. ليس لدينا القدرة على أداء الصلاة في معظم مساجد المقاطعة، ولا نستطيع إحياء الأعياد الإسلامية هنا. المسجد الكبير تعرض للقصف المباشر 4 مرات وقد أصيب حارسه. رغم كل الصعوبات التي يعاني منها المسلمون في دانيتسك، إلا أنهم يتمسكون بإحياء عاداتهم وتقاليدهم المرتبطة بالإسلام كموائد الرحمن. الحمد لله تم اعتماد الصلاة في مطعمنا منذ شهر، وتقام فيه الصلاة والأعياد الإسلامية، وها هي موائد الرحمن لا تنقطع طيلة أيام الشهر الفضيل، حيث أن الإخوة يتسابقون على تحمل تكاليف الإفطار الجماعي. ويميز هذه المناطق التنوع في أصول المسلمين الذي خلفته الحقبة السوفيتية. نلتقي جميعنا هنا كأسرة مسلمة واحدة، فبيننا الإخوة من أذربيجان ومن طاجكستان، وأنا تترية، وهكذا عشنا ونعيش معا. عاصرت الحرب العالمية الثانية وأشهد الآن هذه الحرب. بحثا عن السكينة والسلام، لا يزال المسلمون في إقليم دانيتسك يتوجهون للمناطق الآمنة لأداء فرائضهم وأحياء شعائرهم الدينية. لقناتي العربية والحدث، رائد الأغبر، دانيتسك. إضراب لعمال سكك الحديد في بريطانيا بسبب خلافات مستمرة حول ظروف العمل والأجور يتسبب بتعطل حركة النقل في مختلف مناطق المملكة المتحدة، ويأتي ذلك بعد توقف للمفاوضات منذ حوالي العام. المزيد في هذا التقرير مع الزميلة عروبة عبد الحق. متابع. إضراب لعمال السكك الحديدية لمدة 3 أيام بعد فترة من الهدوء النسبي في أكثر مواسم السفر ازدحاما وعلى الخطوط الأكثر ازدحاما، تسبب بفوضى كبيرة في حركة المسافرين الذين يطالب الكثير منهم بوقف هذه الإضرابات. 14 إضرابا منذ عام 2022 شهدتها محطات السفر. هذه المرة يشارك فيها عمال أكثر من 8 شركات قطارات بسبب خلافات مستمرة حول ظروف العمل والأجور، بعد أن رفضت النقابة عرضا كان ليمنح زيادة في الأجور بنسبة 4% لمدة 2 عام على التوالي، لكن المحادثات الرسمية بين النقابة والحكومة توقفت منذ أبريل العام الماضي، تاركة المسافرين ضحية النزاع. أعتقد أن هناك عرضاً لائقاً، وأرى أن هناك حاجة لوقف الإضرابات الآن ولإعادة الانتظام إلى حركة القطارات. جئت لأخذ ابنتي التي وصلت بالقطار، ثمة مشكلة في الانتظار وقد تأخرت 20 دقيقة. الخلاف المستمر حول الأجور كلف حتى الآن أكثر من 2 مليار جنيه، وهو ما يزيد عن تكلفة حل النزاع ورفع أجور العمال الذين يطالبون بنسبة يقولون إنها تتناسب مع التحديات المعيشية التي يواجهها سكان بريطانيا. من لندن عروب عبد الحق، الحدث. بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. أعود وألقاكم بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.